سي خاتمو وي تقتقد الله خطي اسلام مركاس ان هذا وحا الله فردي وحا وي لسيدي مامولك لو مامول او سيان بمشا كسو بحي دونو مامولك سوماري لان اي مامولك اي سي خاتمو مانتا وحا سي توسا لو هيرجليي دفعات دي اوه ريسي بوليس كا اي سي خاتمو كاسي وكو كوبان ترافيك اي بوليس كا عادي كا كواسي وسي توسا اوه هيرجلي دونو هدبا سنترك أقل كسرة برمة الصومالية متكمل سنة هذا وقصونا جوب تاسي وحقو شيء إن دولة الفضل على الصومالية يجندو أي وح ونكسن يسكو جايين سمر كاسنا لقى قريدات لكن هذا مصاب عندك دوم برامج كنا ما كفر نقدر دونا محل نقدر دونا أريد ما هرد وحسيف يعني الله سعده صحيح كي ما حد أو نفر نقدر دونه iyo dowriba aan dul mar doono duqeymi u dambeeyay xalay ma tarana dhacay hadalladii meesha xalay laga jeediyay ee xaaladda guud ee magaalada lascaanood ee hadan aan hadlino ee mahad ma kor isoo dhawow ee hadii aad ku bilowdo ee hadalladii u dambeeyay ee xalay aad arkaysay ee markaas laga jeediyay hadii uu noqon laki axmed madobe kii ma tarana ee cabdirsaaq khaliif ee jabuutaabi graadada ma tarana xalay markay hadlayeen ee iyo wariba تقيمي حالك مجالك كسعودي إيه حالة الجودة المجال هذا؟ هذه أبدا ما حصلت هاي بدانو مجال ده لسعانوت حالة وحكر عي أهن معجزة سومالي لين وحيكو دي إن أي حالة كود اللولي أي عرق على ضيصة أضحك أي كلا عارسه مركي لصوف رسول رسول كلا سقوء ما ضي waxaysa maayeen in ay kantaala ay ku soo ridaan oo magaalada ay argagax iyo dadka shacabka ay ku beeraan hasa ahaatee arinta wax dhag jala qusiyay ma jirin sax halka waxa ku sugnaa dawladda federaalka xildhibaana ee ka socday iyo sanatariyal oo halkaas hoolka ku sugnaa iyo ganacsatada ee reesi khaatumo iyo dad aqoon yahaanima sax marka xalay halkaas waxa ka dhacday arin aad u qiimo badan ee waxana lagu falanqeeyay nidaamka ee SSC gabi ahaanba dibadda lagu asilahay ee loo dhisay maamulka haykalka dawladnimadii haykalka dawladnimada maasha dalka ka ka waxayay ee hadii aan mid kamid soo qaadano sanatar timcade oo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu sheegay in ay SSC wax wanaagsan ay u soo socdaan وحونا الشيء جرددي مقدشة تجي إن أي مدحوينه جمهورية فدرة الصومالية مدلل حسن شيخ محمود هي رئيس الوزراء هذا إن أي واحد وناكسن جردد إسكو جايين صح أو أهلين أو قيم بدل إسكو جايين حصل تجردد وحوش شيء إن أي صاب بندقين أو ضد كأي وشيء جين صح وحونا أصاب كفتم هاي وحوش شيء إن جردد خير عبسدين والبردولة فيرية أنت وحي وأنت وحك كينس ها مركا وحد مودا مركا تم عدى إن وجرات هذا حلو وحقوق باقي إن أي لسان ما ملك أي إسكو غير أي دولة فترك صح هذا كيس سوء ده عين أو أفرتني شن تحل بان أي صار ما استران يبغى كلا دولة لغبا لغبا هنا صح تربى هيكل الدولة لماذا واحد مدى إنه خلقها كهنا قاضي ساك مركو واجو أوبري وحال صوب بندق الدفع دي وجوه الرئيسي وعيد الكربونيسكا صح وأمانكا إس إس سي مقولوا سوق لها وحوش شيء تببرها معلمك عيد مدرس وخلقها كهر أفري دتك إسكو بعد أي مدرسة أيضا وحوش شيء إنها تهي دفع دا مدى وجوه الرئيسي صح أنا وحوي لعيدك بوليس كأنت كلي أنا سهنا يكبدينهم لكن قيمتك الوحيدة حول قل يكون جلاد مجالدة يكون جلاد أي يكون جلاد بحول هيا وحنا الفيس كهراء أي يكون جلاد صح ساستر تدوحي القيمة وحي أقول تلا جل الفيس كوجهري إن هذا دت كلاص وبرني ولا تصل هل كاس وسيدي يوم محجرات دي يوم رجلي سراكيشة هاي إذا ما ده إس إس سي تعبر هي يوم حل ما ندك سعدون إذا فضل عليها بخدو بيك جديد نظام كإس إس سي أي حتى كوسع ترى أدب على الله رياحة صح هل كاو حلو رجيا دريس كي أيضا كاو حرم لها يجريال بوليس يقرب كله أيضا كاو كوش قين لها مركو حد مودا إس إس سي إنه يتلعب صتي أو تكتي صح هذا ما مر كده إنه صيف يعني ده بدأ إسقور لطين سومالي لنا واحد مودا حالة إسقور ضيقة أي أو ترجع شيء إنه أهدا كوع غلط واقف الشلم صح وحكلو بدنا نقول شيء هيا إنه سومالي لنا
dagaalkii rasaasta iyo qubkay ku dagaalamaysay oo Djibouti keliya inuu gabi ahaanba ka dhamaado ee wadanka ay dhahaan wali aan la aqoonsan in China ka go'ay ee aan dareen in go'aan rasmiyeed oo qare ay Soomaali ugu dhagan yihiin oo Taiwan niman kaasa dhaqaale soo siiyay xusuus sii hubka Djibouti uu soo maray Djibouti na waxa ku sidareysay wixii ayada ay barka ay awoodo khaas ahaan Djibouti qaramada midoobe wadagto ayaa ku dhagan ee arinta markii ay dhacday Soomaaliland waxa ka dhamaaday rasaasta ay ku dagaalamayeen marka hadda waxa muddo gabi ahaanba inay ayagu ay isku horjeedeen dambiga difaac ay hadda galeen ee siina sida muuqata caadi tim cad soo xalay bayaamiyay ee waxa weeye dawlad caadi ah yaan meesha ka dhaqatay oo maamulada shanta maamulada kale ee ka dhisan iyo lix kun qolisa hadalka ka waran Djiboutawi ee u dhahay muuso in baan madno hanjabtay barsaanaati dober kaliye inoo soo ee horta Djiboutawi waxa uu sheegay in uu Soomaaliland ee xaq farabadan uu ku leeyahay ninkii dhisan asaga uu yahay muuse wuxuu ku sheegay lacagta ugu ka bingiri ee uu ku soo galay inuu Djiboutawi u bixiyay waxa kale oo uu sheegay markaan lacagti ku dhameeyay yuu dhahay biyo guriyaha la qayb kamid lacagti waxa ma hayaa eegab eeb marka arinta waxa ay shikiyay anigii maashi fadhi waa iska tahay marka wuxuu muusa in badan buu noo hanjabay wuxuu yiri mid kale Djiboutawi haday raasha saxaaq ay odayn leeyihiin ama ay garaad leeyihiin ama ay dad aqoon yihiin ila isqaban kara ay yihiin maba lehe oo isqaban lahayn mid baa dhihi lahaa buu yiri war dadkan bal waxaan ka daayay waxa kale uu sheegay haday rajo naga leeyihiin BM noo is qaraaceen buu yiri suugii tangi noo is qaraaceen marka wuxuu wax rajo ay naga lahayn ma jirto sax ani inta hore markuu wuxuu waxaan la aamusan wali rajo ay ku jirtay buu laakiin meesha waxa ka muuqatay wuxuu wax rajo inaan kala rajo beelay oo isnaacnay hada wixii ka dambeeyay wuxuu yiri asagu way noo hanjabayaan in badan laakiin annagu fudud beeri baan hadda annaga wixii qabsanayna bay hanjabaad wali baan hanjabin laakiin fudud beeri hanjabaad aan soo bandhignaa wii marka meesha waxa uu dooday SSC inay awood isku waxa kale oo uu Djiboutawi waxa la xiyaar farad buu sheegay Djiboutawi wuxuu sheegay qori aakaya inay kula dagaalamayeen hortaagnay wuxuu yiri horta buu anagu noo dilay yiri waayo intuu dagaalka soo nifaruhu naga qaaday hubaan gadanay wuxuu kan gadanaan wuxuu kala hortani kan ayaga ka furan hadda markuu wuxuu yiri markaa aakan kula dagaalamay laakiin hadda meesha ka soo qatamay ayaga ka soo qadan noobka iskuma la soo qadan mar wuxuu yahay hadda wuxuu yiri awood aad isgii celinno waan haysanaa buu markaa waxaad moodaa muusa bixi arinta u muuqata fashil inay ku soo dhabato aad ugu weyn ama santahay daawadiyaal hadii aynu tan dhankaas iyo balad weyn ciidanka heer walaal ee Djibouti ayaa waxa iska diideen codsiga uga imaaday madaxweyne ku xigeenka heer shabeelle Yuusuf Xamar Xagar Dabageed kaasi oo ahaa in ay taageeraan maamulka isla markaana la soo qabto Cali Jeyte si halkaasi amni iyo istiqraar loo helo arintaasi ayaa waxa ay keentay in Djibouti ay ka biyo diiday ayna dhaheen annaga ma faragelinna maamulkiina labadiinana meesha waad u simantihiin isla markaasna ciidamadii ka amar qaadanaya Cali Jeyte ayaa si weyn magaalada amnigeeda u sugayo iyagoo weliba kaashanayo ciidamada heer walaal halkaas waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan oo ka imaanaya dhanka Yuusuf Xagar Dabageed oo doonayo inuu xoog u adeegsado sidii uu soo qaban lahaa ninka dhiiray Cali Jeyte halka Cali Jeyte iyo dadkiisa is wata islam dhammaana heynimada xalay ay ku dhawaaqeen ama uu magacaabay gudoomiye gobolka uu magacaabay gobolka Hiiraan isla markaasna uu magacaabay taliyaal la ciidan taasi oo codsinaysa in uu halkaas ka aasaastay dowlad isaga uu leeyahay wixii kor wixii kasoo kordho insha Allah xisadaasna halkan baan ku wadaagi doonaa maqaal shir garay asaabtiinana la wadaagayo.